حقيقة فعلا الحكومة العراقية هي حاليا تواجه ضغط محلي نعم من قبل المجاميع ومن قبل بعض الكيانات السياسية، والكل يعي أن العراق يفتقد للسيادة، وخصوصا السيادة على 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 الجو العراقي. ف يعني اللي فعلته هي فقط ليس إلا أنه رفع الحرج، لا أكثر ولا أقل. يعني هي ليس لها إلا هذه الخطوة، أنه يعترض لدى الأمم المتحدة لا غير ذلك، وإلا فالعراق للأسف يفتقد لأي أداة يمكنه أن يتعامل مع هكذا تحدي. وهذا حقيقة شيء معلوم للجميع. يعني اليوم العراق عنده مشكلة في السيادة حقيقة. اليوم حتى أثناء التقرير جناب الكريم، نعم عندما هناك أن كوريا الجنوبية ممكن أن تزود العراق بطيارات، ما هي كوريا الجنوبية أحد المتحالفين مع أمريكا مع واشنطن، فلا يمكن أعطاها أي طائرة، وان اعطيت فلا يمكن ان تحرك اي طائر. هاي مساله. المساله الاخرى ست الكريمه، اليوم الصراع هو صراع تكنولوجي، صراع قوه. يعني هو مو موضوع مثل السابق انه اكو جيش يحتل بلد، لا لا، الموضوع صراع قوه. ولهذا ما شفناه حقيقه في 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 لبنان، في سوريا، في في غزه، التكنولوجيا اللي قاعد تشتغل وقاعد تاخذ دورها الحقيقي. فلهذا من الصعب، وان كان البعض يتكلم لو كان الرئيس الوزراء صدري، ماذا سيفعل اذا كان صدري او غير صدري؟ ماذا سيفعل؟ اليوم احنا ما عندنا السياده ولا عندنا الادوات حقيقه، ولا عندنا الحدود المباشره مع 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 ان صح التعبير مع اسرائيل او مع اي دوله مواليه. وايضا لو نرجع الى التقارير الاخباريه، هناك تواصل مباشر ما بين الحكومه الايرانيه والسعوديه. فاذا كل دول بلا استثناء تبحث عن مصالحها. فلماذا نحن لا نبحث عن مصالحنا حقيقة؟ والصراع هو صراع قوى. وأعتقد نحن للأسف لا نمتلك لا سيادة جو ولا سلاح، فغير مؤهلين للتصادم. ولهذا صراحة يفترض أنه نراجع خطاباتنا وأن نكون واقعيين أمام شعبنا. وشعبنا حقيقة شعب واعي فاهم يدرك ما تقوله. لا يمكن لأي مستشار أن يغش شعب لديه من الوعي الكبير. ولهذا حقيقه على الحكومه المحليه، عفوا على الحكومه السوداني، ان تتكلم بكل واقعيه وتقول نحن يعني لدينا من الاحراج وعدم السياده. نعم. لهذا انه عدم التعامل مع الشعب وكانه شعب ليس بوعي. نعم.